السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير عنا يا شيخ. وياكم. لو سمحت يا شيخ عاوز استفسر عن حاجة. تفضلي. أنا عندي ذهب يعني، وقلت يعني من الأحوط إن أنا أطلع عليه زكاة. الحمد لله. فزوجي يعني إدالي فلوس الزكاة للذهب دي، أنا استأذنته إن أنا أطلعها بمعرفتي. فأنا عندي دلوقتي والدتي وأخويا عندهم ديون كتيرة جدا، ودخلهم يعني ما بيكفهمش خالص. فأنا اديتهم جزء لسداد الدين ده، وجبت لهم بجزء تاني مواد غذائية يعني. فدوت صح ولا غلط أنا علي اسم أو لا؟ إعطاؤهم الزكاة جائز إذ هم فقراء، ولكن ما صنعتيه من شراء مواد غذائية بالزكاة لا يجوز. سلميهم المال وهم يتصرفون. على كل، لا تعودي لمثل هذا. إذا كانوا فقراء رشدة يعني عقلاء، سلميهم الأموال وهم يتصرفوا، لا تفتأتي عليهم أن تشتري لهم مواد غذائية من عدمه إلا إذا وكلوك هم. على كل، الزكوات على الأم، زكاة المرأة على أمها أو على أخواتها الفقيرات أو إخوانها الفقراء جائز، ولكن سلميها نقدا إذ هي عليك نقدا. بارك الله فيكِ.